المأساة أن وزير التربية العراقي بيرسل كتاب للبرنامج الغذاء بقول لهم إحنا ما عندنا مانع غيروا التاريخ وإحنا قبلانينها. هذا بتسمح لي بالكتاب لو سمحت؟ هذا صور إنه هذا وزير التربية. عمي أنت إذا تريد أن تطعم أبناء العراق علما أننا نربى شريطة الحصول على شريطة الحصول على موافقة إنه هاي صالح من المصدر أو من الجهة الصالحة علما يرجى قيام أنا بس فقط حتى تكون واضحة يرجى قيامكم بتقديم ما يثبت تمديد فترة صلاحية مادة البسكوت أو بسكت هم سميها وجعلها 24 شهر بدلا من 9 أشهر بشهادة الشركة المنتجة المادة وبعد السماح بدخولها للعراق يتم سحب النماذج ممثلة منها لغرض إرجاء الفحوصات المخبرية. هذا كتاب من وزير أو مديرية التربية والتعليم العراقية وزير التربية هو من وقع هذا الكتاب الوزير العراقي علي على كتاب وزير الإبراهيم ومعطوف على كتاب لوزير الصحة العراقي وفي كتاب معطوف من وزير الصحة العراقي هذا يعني هذا يخص الشحنة ذاتها هذا للشحنة يعني إذا كان إذا نحن نقول أن أطفال العراق هم كأطفال الأردن نحن طيب. من منطلق عروبي أنا بدي أشكرك حقيقة على هذا الكتاب اللي بيوضح أيضا من منطلق عروبي أطفال العراق كأطفال يعني الأردن لا نقبل فعلا جميل. أنه أن يتأذوا ولكن إن أصرت الحكومة العراقية إن أصروا أنه يعملوا تكبروا تصدروا تكبروا تصدروا مواد العراق يعملوها دكتور في أراضي غير الأراضي الأردنية تكبروا تصدروا مواد العراق من عام أو لا لا هل لا. سبق السيف العدل خلاص سبق السيف العدل